عايز يكون لك متجر الكتروني على بلوجر ومش هتحتاج غير دومين وتربطه ببلوجر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو النهارده هو فيديو شرح لمزايا قالب متجر الكتروني بلوجر ورمز تفعيل هديه للمتابعين. كنت شرحت في الفيديو ده قالب نوفا متجر الكتروني على بلوجر شرح كامل لكيفيه الشراء وكيفيه التركيب وكيفيه التعديل عليه. هنا هتحط شعر المتجر بتاعك وفي خاصيه البحث، قائمه جانبيه بالقوائم المنسدله، وقائمه جانبيه اخرى، وسلايدر شو، سلايدر صغير متحرك، وصور عريضه، وشكل المنتجات والسله والاسعار زي ما انتم شايفين، والخصم. تضغط على المنتج هيجيلك التفاصيل الخاصه بيه، ولو عايز تزود العدد اللي هتشتريه من المنتج ده او تطلبه عبر الواتساب او تشارك او وصف المنتج موجود، وعندك تعليقات المشترين للمنتج هتظهر. تروح لمتابعه عمليه الدفع، المشتري بيحط بيانات الخاصه بيه، وطبعا بيختار طريقه الدفع هي الطلب او ممكن يطلبه عبر الواتساب. وفي الفوتر هيكون اللوجو والصفحات والتواصل الاجتماعي الخاصة بيك. مظهره والوانه جميلة. الفيديو ده مش هنتكلم عن كيفية تركيب القالب او الشراء، لان احنا اتكلمنا في الفيديو السابق بالتفصيل اللي هو الفيديو ده. القالب ده تقدر تحوله تسويق بالعمولة بخطوة بسيطة جدا. انا انصح اكتر ان اللي يستخدمه قالب تسويق بالعمولة، لان من وجهة نظري هو جميل في نسخة التسويق بالعمولة. ازاي نحوله قالب تسويق بالعمولة؟ ببساطة بتروح على التنسيق، بعد كده نسخة الافليت، بعد كده تعديل، بعد كده هنا بتكتب في المحتوى كلمة ترو وتدوس على حفظ، وبعد كده حفظ اللي في الاخر دي، تستنى ثواني لحد ما تجيلك رسالة تم الحفظ عرض المدونة الالكترونية. اول ما تيجي الرسالة هيتحول كده القالب من متجر الكتروني الى تسويق بالعمولة. بعد التحميل للمتجر بتاعك هتبص تلاقي السلة اختفت، القالب اتحول من متجر الكتروني الى تسويق بالعمولة. وهنا لو ضغطت على المنتج هتلاقي هنا موجود بس شراء المنتج، اشتري الان واطلب عبر الواتساب. أصدقائي المتابعين، ده رمز تفعيل نسخة من قالب نوفا متجر الكتروني وتسويق بالعمولة. الفيديو الجاي هيكون في رمز تفعيل لنسخة تانية ان شاء الله. بالنسبة بقى لطريقة تحميل القالب وتفعيله فانا شرحتها في الفيديو اللي هيظهر في حرف الاي هنا. كده وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنساش نعمل لايك.